السلام عليكم. في الفترة الأخيرة أنا أخدتكم معايا في قصتين مختلفين عن بعض تماما. كل قصة فيهم كانت ببطل جديد بحكاية جديدة وطويلة، مفيش قصة لها علاقة بالتانية. كل قصص اللي حصلت معايا مختلفة عن التانية. أنا إيه حكايتي؟ أنا اسمي دكتور عمرو زكريا. ساعات بيجي على الناس اللي هم العلماء أو الناس اللي بتدور في العلم بوجه العموم، العلم اللي بيخلي الناس يشركوا بربنا ويلحدوا، ساعات العلم بيقف قدام حاجات احنا منقدرش نتصور ايه ديت او مفهومها ايه او اصل الحكاية ايه. وبنقف في الاخر ونقول سبحان الله، العلم قدر يقف قدام الحاجات دي. حكايتين مختلفين، كل حكاية بدأت باسم بطل مختلف، بدأت بأحلام وانتهت بمحمد، ولسه في حكايات كتير اوي. بس انا مش هفضل معاكوا ياما، هيجي عليا وقته وهقطع الكلام. انا الدكتور عمرو زكريا، ابلغ من العمر 40 سنة. شفت على مدار حياتي حاجات طويلة اوي وحاجات غريبة اوي، حاجات تشيب. شفت ناس بتموت قدام عينيا، بدأت الحكاية وأنا بحكي لكم آخر مرة عن محمد. محمد اللي مات قدام عينيا بسبب غيط عندهم في البلد. كل ما حد يخش بيطلع يموت، حاجة ما ظنش ان العلم له دعوة بيها. كل مرة قبل ما بحكي لكم اللي حصل بيكون فيه لازم مقدمة بتتكلم عن حاجة في حياتنا، والغريب ان دايما المقدمة ده تنتهي بكلمة الله أعلم، زي لو أقوله لكم دلوقتي. ده سمعنا كتير، وفي ناس ما أظنش إن هما ممكن يكونوا يعرفوا حاجة زي كده. عمرك سمعت في مرة عن إن ممكن إنس يتجوز جنية أو جن يتجوز إنسية؟ ممكن تكون سمعت عن حاجة زي كده. احب اقول لك حاجة زي كده ممكن تحصل. لو مش مصدقني خش اقرا، ادخل اقرا على اي حاجة. بس اصلا طبعا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دوت، النت ما خلاش حاجة، وكل حد بيحب يقرا اي حاجة بيدخل على النت. ما اظنش ان في حد دلوقتي ممكن يفتح المصحف كتاب ربنا ويقعد يقرا فيه، او يشتري كتب.
ساعات الكتب بيكون فيها كلام عمرك ما هتلاقيه على النت. ممكن الجن يتجوز واحدة من البشر في حالات ضعيفة أوي، حالات تقريبا نادرة، حالات بيكون الجن متجسد في هيئة إنسان، بيكون الناس كلهم شايفينه. لكن بقدرة ما بتحس إن هو عنده كل حاجة. ما فيش حاجة ناقصاه، ما فيهوش غلطة. ساعات ناس بيشكوا في أمره، بس كون ان انت تقول ان دوت مش بني آدم اصلا، يعني حاجة ما تخطرش على العقل، حاجة ما حدش ممكن يتصورها. مش هعمل بقى حدوتة كبيرة وفي الآخر خالص أقولك إن اللي ممكن بيكلمك ده ما يكونش إنسان. لا 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 خالص، الموضوع معايا أبسط من كده بكتير. أنا إنسان زيك، ما اختلفش عنك حاجة. ممكن أكون اختلف عنك حاجة إن أنا مريت بتجارب طول عمرك في حياتك ما تحب تمر بيها. كل مرة هرجع بيكو بالزمن. أول قصة خالص كانت من حوالي 3 4 شهور، تاني قصة كانت السنة اللي فاتت، قصة النهاردة من سنتين. مش قادر أنسى التاريخ ده، 27/5/2013. كان يوم في بداية دخول الصيف، الجو ما كانش ساقعة أو ما كانش برد. لقيت الباب خبط والسكرتيرة دخلت عليا. بمناسبة السكرتيرة بتاعتي، أنا ما قلتلكوش قبل كده السكرتيرة بتاعتي اسمها ايه. السكرتيرة بتاعتي اسمها آثار. زي ما قلتلك كنت في يوم قاعد والباب خبط عليا، كانت آثار طبعا، قلت لها اتفضلي. فتحت الباب وقالت لي الكلام ده. في جواب جال حضرتك يا دكتور؟ قلت لها تمام اتفضلي، ممكن تسيبيه وتفضلي انتي. اديتني الجواب وخرجت، فضلت قاعدة بره كالعادة مستنية لو كان في حد هيجي او كده. جواب ايه ده اللي جاي لي؟ بس مسك الجواب وبفتحه، لقيت اثار تاني. تقول لي يا دكتور في بس واحد جال حضرتك. قلت لها مين؟ قالت لي معرفش، هو بيقول ان هو اسمه سيد وعايز يكلم حضرتك. قلت لها طب خلاص دخلي، النهارده مفيش مواعيد مش كده؟ فقالت لي لا مفيش. قلت لها طيب تمام دخلي، خلينا نشوف حكاية السيد ده كمان. والباب فتح وسيد دخل. كان شكله شاب كده، عشرينات كده، لا مش تلاتينات، هو عشرينات، ممكن تديله 25 سنة 26 سنة. دخل سلم عليا وقال لي دكتور عمرو ازي حضرتك، انا بس عايز اكلم حضرتك شوية. قلت له تمام يا سيد اتفضل. السيد نام على الشيزلونج وبدأ يكلمني. قال لي بص دكتور عمرو، انا بس هقول لحضرتك حاجة، هقول لحضرتك حاجة صغيرة من قبل ما احكي لك اي حاجة. بص دكتور، حضرتك لو من الناس اللي هم بيقولوا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، او لو ما بتحبش تسمع الحاجات ديت، او الحاجات ديت لو مش بتيجي في بال حضرتك، او مش لو مش حضرتك مش هتعرف تساعدني، حضرتك لو مش هتعرف تساعدني قول لي من دلوقتي.
عشان اوفر على حضرتك الكلام دوت وحكايه طويله. قلت له بص اولا بس يا سيد، انت مش متخيل جالي قبلك قد ايه. جالي قبلك ناس يعني مش قادر اقول لك. احكي يا سيد، احكي احكي وعايزك تحكي لي فضفض، انا ما بخافش ومفيش حاجه بتقدر تخوفني. وبالنسبه للي انت هتحكيه لي، انا اكيد سمعت حاجات ابشع من كده. واقول لك احلى حاجه، بس مفيش حاجه اسمها الباب اللي يجيلك منه الريح ست واستريح. مفيش حاجه في الطب، في شغلانه الطب النفسي اسمها كده. قال لي اه فكرتني دكتور، يعني احنا زمايل، انا كمان دكتور. قلت له ايه ده بجد؟ طيب تمام دكتور. يبقى قال لي انا دكتور تشريح. قلت له اوه تشريح تمام، ممكن بقى تبدأ تحكي لي اللي حصل لك؟ قال لي حاضر حاضر يا دكتور. انا هحكي لحضرتك الكلام دوت من ايام ما انا كنت طالب لسه. قلت له تمام احكي يا سيد. قال لي بص يا دكتور، انا طالب في كلية الطب قسم تشريح في المرحلة الأخيرة من الجامعة، جامعة القاهرة. أنا جيت لحضرتك من القاهرة لما سمعت إن حضرتك شاطر وكده، لما كمان سمعت إن يعني إن حضرتك طيب وبتساعد وكده، جيت يعني ما استخسرتش المسافة من بين القاهرة واسكندرية وجيت لحضرتك. قلت له تمام يا سيد احكي لي وإيه ده، خليك هادي شوية. قال لي حاضر. أنا عندي 25 سنة. قلت له تمام كمل. قال على فكرة أنا حياتي هادية خالص، مش بؤمن بالجن والعفاريت والحاجات دي. طب قول لي حضرتك، هو في دكتور يؤمن بالحاجات دي برضو؟ قلت له بص السيد ما تربطهاش كده بس ماشي. لا يا عم مفيش كمل. قال لي القصة بتاعتي بدأت لما أنا كنت في مرة دكتور حسين. دكتور حسين ده هو الدكتور بتاعنا في الجامعة، جاء وكلمني وقال لي يلا بقى يا سيد شد حيلك عشان لما تخلص الكلية تشتغل معايا، كلها كام اسبوع هتبقى دكتور. قلت له ان شاء الله دكتور حسين ان شاء الله. انا نفسي طبعا ان انا اروح اشتغل في بقى، يعني خلاص هتخرج بقى يعني كلية الطب 7 سنين طب ليه. بس كانت حاجة غريبة لأن أول مرة دكتور حسين بالذات يجي يكلمني أنا. قلت له أه طبعا يا دكتور، أنا من زمان ونفسي أشتغل معاك في نفس المكان. سلام وسبته ومشيت. معرفش سبته ساعتها، بس أنا من جوايا كنت خايف شوية نوعا ما، او دكتور ممكن تقول كنت مستغرب شوية. اصلي دكتور حسين معروف ان هو مش بيحب يشتغل مع حد، بيحب يشتغل مع نفسه، بيحب يقضي كل شغله لوحده. خلصت الكلام معاه وروحت البيت. روحت البيت طبعا وانا هلكان كالعادة. والدتي سألتني قالت لي مالك في، قلت لها مفيش بس تعبان كالعادة. دخلت اوضتي وقفلت على نفسي الباب ونمت. من يوميها يا دكتور، اليوم ده بالظبط بالظبط وبدأت الأحداث تمشي عكس ما أنا كنت عايز. معرفش إيه اللي حصل ساعتها، بس الموضوع كله بدأ بحلم غريب. حلمتني في مكان مظلم شوية، في نور خفيف كده. ده مش مكان مظلم، دي مشرحة وشايف ظهر دكتور حسين. كان شكله كأنه ماسك جثة ويعني موطي عليها كأنه بيشرحها دلوقتي. قربت من ظهره كده ومشيت بالراحة وبدأت أبص، لقيته بيشرح جثة.
ببص على وش الجثة لقيتها أنا. اللي حصل ساعتها لقيت دكتور حسين لف مسكني من رقبتي وفضل يخنق فيا يخنق فيا، مكنتش عارف اعمل حاجة، قعدت اقول له سيبني سيبني، كان بيخنق فيا وبيضحك لحد ما فقت من النوم لقيت نفسي على سريري نايم في اوضتي، النور مظلم، باب اوضتي مفتوح وفي نور خافت جاي من بره، نور صالة عادي، الحمد لله ان دوت كان حلم، الحمد لله. شفت بره خيال كده حد معدي، فقلت انت يا ماما، لما ناديت لقيت الشخص ده رجع بظهره كده وجواقف عند باب عتبة الباب بتاع اوضتي، فضل واقف باصص لي، النور اللي بره مش جامد لدرجة ان هو مخليني اشوف وشه، بس النور منعكس على ظهرها، هي ست يعني، دي تقريبا والدتي، شعرها متنعكس شوية بس هي والدتي، النور عاكس كده الحاجة اللي هي لابسها، لابسة حاجة كده زي جلابية لونها أبيض كده، فقلت لها يا ماما وقف وقف ليه كده، وقف ليه كده ماما، طبعا يا دكتور انا بكلم واحده وانا عارف 100% ان هي ديت مش والدتي، والدتي هتقف بالمنظر ده ليه، وقفت ولقيتها بتكلمني، بدات تقول لي انت هتيجي معايا، انت هتيجي معايا ومش هتيجي معايا لوحدك، انا هاخدهم هما كمان معايا. بس الغريبه دكتور ان انا اخدت بالي ان هي كانت بتعيط وهي بتكلمني، معرفش واحده بتعيط بس في نفس الوقت نبرتها نبره تهديد، بتهددني كاني كنت غلطان مثلا، كانت عماله تعيط لحد ما في لحظه لقيتها جريت عليا ونطت عليا، ساعتها انا صحيت من النوم فعلا، صحيت من انا كنت بحلم، انا كنت بحلم يا دكتور، ساعتها صحيت من النوم على موبايلي وهو بيرن، بصيت في الموبايل لقيت رقم دكتور حسين، طب ده ارد ولا ايه، ده عايز يزيد دلوقتي، ده الساعه 12 بالليل، رديت عليه، الو الو دكتور حسين، دكتور حسين كلمني ليلتها، لقيته بدا يقول لي اولا بس يا سيد انا اسف ان انا اتصلت في الوقت ده، انا عارف ان انا اتصلت متاخر بس كنت عايز بس اكلمك كلمتين كده، قلت له لا مفيش مشاكل يا دكتور حسين، اتفضل قول حضرتك عايز ايه، كنت بكلم دكتور حسين وانا بتكلم بالعافيه بصراحه بعد الحلمين اللي انا شفتهم دولت، ما كنتش قادر اعمل اي حاجه، لقيته بيكلمني بيقول لي بص يا سيد الشغل عندنا في المستشفى او في المشرحه مش سهل، صعب، وانا كنت بتصل بيك دلوقتي عشان بس اسالك انت متاكد من ان انت عايز تيجي تشتغل معايا، انا عرضت عليك انت قد العرض ده، قلت له ايوه طبعا دكتور حسين، بالمناسبه دكتور عمرو احنا مكناش لسه خلصنا اخر سنه، كان فاضل حوالي شهر او اسبوعين، اسبوعين تقريبا ونخلص، كنا شغالين في امتحاناتنا، كمل دكتور حسين كلامه وقال لي طب ماشي يا بطل انا بس بكلمك عشان ايه اتاكد منك اذا كنت انت قد الشغل عندنا في المشرحه ولا لا، انت متاكد ان انت قده، قلت له دكتور حسين هو حضرتك شايفني مش قده ولا حاجه، ده انا تلميذك حتى دكتور يعني اكيد انت عارفني وعارف مستواي، قال لي ماشي ماشي وقفل السكه في وشي، انا معرفش هو اول مره دكتور حسين يعمل حاجه زي كده، معرفش ليه الراجل ده بيتصل بيا في وقت ده يعني متاخر وبيكلمني كلام غريب، انا حاسس ان الراجل ده
كان عارف حاجة ومش عايز يقولها لي. وفعلا يا دكتور عمرو كلامي طلع صح في الآخر، وطلع في الآخر فعلا إن هو عارف حاجة مش عايز يقولها لي. دكتور، بالمناسبة كنت عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا لسه مخلصناش السنة الدراسية بتاعتنا. خلص عدت الليلة ديت لما المكالمة خلصت ورجعت تاني السرير نمت. صحيت تاني يوم قابلت دكتور حسين في الجامعة وكلمته شوية وكلمنا وعادي، واعتذر لي تاني من امبارح عشان اتصل يعني بتأخر وكده. عدى يوم والتاني والتالت في اسبوع والتاني، ونسيت بصراحة نوعا ما الحكاية كلها، وخلصنا السنة واتخرجت. يوم ما اتخرجت لقيت الدكتور حسين جاي لي، قال لي يلا بينا يا سيد على المستشفى. قلت له ايه ده دكتور، من اول يوم يعني؟ ده اول يوم حتى يعني، لسه النهارده متخرج. قال لي لا بص، انت هتروح دلوقتي تستلم الشغل، والشغل هيبدأ من بكره. رحت مع الدكتور حسين لحد المستشفى. منكرش المستشفى شكلها حلو، لا كانت حلوة، كانت كبيرة بصراحة، عجبتني، دخلت دماغي يعني. دخلنا جوه لقيت الدكتور حسين بيقول لي بص بقى، انا هعرفك على واحد هو صاحب المستشفى. قلت له يا صاحب المستشفى مرة واحدة؟ تمام ماشي. قال لي بص، انا كنت لما قلت له كده ان انت هتيجي، يعني لما قلت له ان في عندي طالب وشاطر وكده وان انا هجيب معايا. قلت له مش عارف اقول لك بصراحه دكتور حسين، شكرا يعني اشكرك. رحنا لحد مكتب بتاع دكتور محمد وخبطنا، دخلنا دكتور حسين بص لدكتور محمد قال له هو دوت سيد اللي قلت لك عليه يا دكتور، عايزين بقى نشغله عندنا. دكتور محمد ما كانش دكتور راجل عجوز زي ما انا كنت متخيل، لا بالعكس كان ممكن حضرتك تقول اكبر مني بشويه كده، ممكن تقول كده راجل في الثلاثينات. قام كده بص لي وسلم عليا، قال لي بص بقى يا سيد، مش سيد برضو؟ قلت له ايوه. قال لي سيد بص، الشغل عندنا بقى هنا يعني من بكره، تمام، من اول يوم. سيبك بقى من جو الجامعه والحركات العيال اللي انت كنت فيها دي، عارف ان هي صعبة وعارف ان انت يعني تعبت، بس احب اقولك على حاجة، انت لسه مشفتش حاجة، انت هتتعب اكتر، اهم حاجة بس يكون قلبك جامد للجثث والمشرحة وكده. دكتور حسين ساعتها بصلي وقال لي قلتلك ايه انا امبارح؟ قلتلك ايه؟ كان فعلا قبلها بيوم كان لسه دكتور حسين مكلمني تاني في الموضوع ده. بصيت لدكتور محمد قلت له لا يا دكتور انا تمام، انا يعني بخافش من الحاجات دي، انا دكتور وعارف كويس قوي انا هشوف ايه. حتى عندنا برضو في الجامعة قال لي مش قلت لك ما تتكلمش على الجامعة؟ مش قلت لك ان الجامعة ده شغل عيال؟ قلت له خلاص يا دكتور اسف. سلمت عليه وروحت البيت واليوم عدى عادي، مفيش حاجة حصلت. صحيت تاني يوم ورحت المستشفى بقى، منكرش ان انا كان فيها نشاط، كان فيها نشاط بصراحة بقى، يعني انت عارف انت اللي هو اول يوم بقى وبيني وبينك فكرت تفكير يعني، قلت دكتور طب انا بقى خلاص كده هقدر افتح بيت بصراحة. اول ما قال الكلمة ديت انا ضحكت. قالت بتضحك على ايه يا دكتور عمرو؟ قلت له لا ولا حاجة. كمل انا اسف، اعذرني، كمل. رحت المستشفى ودخلت قابلت دكتور محمد، كان اول واحد قابلته، بعدها قابلت دكتور حسين. دكتور حسين هو اللي بدأ يوريني الشغل بتاعي فين،
بحكم ان هو كان يعني في المستشفى من فترة وكده وعارف كل حاجة، كان في صلة صحوبية قوية قوي بين دكتور محمد ودكتور حسين، مكنتش فاهمها بصراحة، بس هما الاتنين كان شكلهم صحاب وخلاص. المهم دكتور حسين أخدني ومشى بيا عند المشرحة لحد ما نزلنا تحت. لما نزلنا تحت دكتور حسين بص لي قال لي بص بقى يا سيد، احنا يعني من هنا المستشفى هنا من اول يوم هتلاقي الشغل جامد، يعني زي ما انت شايف طبعا شكل المستشفى وهي كبيرة، فانت ايه يعني عايزك تكون مصحصح ومركز، واي حالة هتجيلنا في اي لحظة عايزك تكون ايدك سريعة فيها. طبعا التشريح لازم تكون على مهلك، ولكن متأخرش وانت بتشرح جثة، بحس ان انت ممكن وانت بتشرح جثة تلاقي جثة تانية في ساعتها. ف يعني انا بقول لك كده بس يعني عشان تكون مستعد للشغل في المستشفى ان شاء الله. دكتور حسين سابني وطلع بره وسابني قاعد في المشرحة لوحدي. منكرش يا دكتور ان انا كنت هطير من الفرحة، اني اخيرا حققت حلمي وارجع اعيد لك تاني واقول لك ان انا يعني هقدر افتح بيت. انا معرفش حضرتك بتضحك على ايه. قلت له لا انا اسف يا سيد، اصل انت بتقول لي هتفتح بيت، ما حسيت ان انت هتفتح بيت من اول ما تشتغل. قال لي لا يا دكتور ما انا فاهمك. قلت له وانا كمان فاهمك، بس هو الموضوع بيكون صعب شوية. بص مش عايز اعقدك يعني نكمل الحكاية الاول، بس قول لي هو الكلام ده كان من امتى؟ قال لي يا دكتور الكلام اللي انا بحكيه لك دلوقتي دوت بالظبط كان من حوالي سنة ونص، او سنة ممكن تقول سنة ونص سنة. قلت له لا اصل انت احسن من ناس كتير قوي، يعني انت انا جالي قبلك ناس شكلهم يعني، بس حكايتك لحد دلوقتي عادية ما فيهاش اي حاجة، ما كانش له لزوم الدخلة اللي انت دخلت عليا بيها دي. قال لي بص يا دكتور حضرتك يعني شكل حضرتك بتحب تستعجل او بتسبق الاحداث. قلت له لا 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 انا اسف لو قطعتك او كده كمل. قال لي ماشي يا دكتور. اكمل لحضرتك الحكايه من ساعه ما دكتور حسين سابني وخرج. عدى فعلا دقيقتين وما حسيتش بالوقت. بعديها بشويه سمعت بره صوت عربيه اسعاف فعلا جت جنب المستشفى وركنت. بعدها مش بس سمعت بره صوت ناس بتمشي والباب بتاع المشرحة اتفتح، وانا قاعد جوه يعني انا قاعد جوه مش بعمل حاجة، انا بس عمال اتأمل كده في الدواليب وفي شكل المشرحة. شكلها فعلا يديك انطباع من جوه ان انت خايف تعمل حاجة، يحسسك فعلا ان انت مش لوحدك، لا بالعكس انت معاك ناس ياما قوي. بصراحة أنا ما عملتش حاجة، يعني أنا خفت، ممكن أقول لحضرتك يا دكتور خفت إن أنا أفتح دولاب وأشوف جثة قدامي، معرفش بس مكنتش متهيأ نفسيا إن أنا أشوف حاجة زي كده دلوقتي. بعديها بشوية لقيت باب المشرحة اتفتح وفي واحدة دخلت كده، فقلت لها أيوه نعم أي خدمة؟ فقالت لي أنا اسمي الدكتورة أسماء، في بس حادثة بره حصلت بس عايزينك تيجي تستلم الجثة معانا. خرجت مع دكتورة أسماء عشان نطلع نستلم الجثة، وفعلا أول ما استلمناها كانت متغطية كالعادة، ويعني بيكونوا مغطيين الجثث لما تكون الجثة خلاص متأكدين 100% إن هي ماتت. الجثة نمتها على السرير وبدأت أجر السرير لحد جوه المشرحة. دخلت المشرحة وقفلت الباب على نفسي وشيت الغطا عن وش الجثة، وهنا بدأت المشكلة لحد ما شلت الغطا من على وشها. كانت صدمة لما لقيتها هي الست
هي الست اللي شفتها في الحلم يوميها. انا فضلت واقف متنح، ما قدرتش اعمل حاجه. قربت منها ولسه هشرحها، لقيتها صحيت. لقيتها صحيت وفضلت ماسكه في رقبتي، فضلت ماسكه في رقبتي وقعدت تخنق فيا. انت مركز معايا فهمني يا دكتور، لما بقولك ان جثه صحيت وفضلت تخنق فيا. قلت له ماشي، اهدى 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 سيد شويه. طب اهدى اهدى، اجيب لك طب حاجه تشربها، طب اخلي طب السكرتيره تجيب لك اي حاجه. قال لي لا بس شكلها كان صعب قوي، شكلها ساعتها وهي بتفتح وبتمسك في رقبتي وبدأت تخرق فيا فقدت الوعي، فقدت الوعي واخر حاجة شفتها قبل ما افقد الوعي وهي ماسكة في رقبتي. انا افتكرت ان انا هموت. ما حسيتش بالوقت وفتحت لقيت دكتور حسين قدامي، هو ودكتور محمد. ودكتور حسين كان بيفوق فيا بيقول لي مالك في ايه؟ قلت له ماليش يا دكتور حسين، مجرد هبوط كده بس. قال لي ايه يا ابني انت خوفتنا عليك، انا جيت اطمن عليك في المشرحه هنا، لقيتك واقع على الارض كده فجعتني يا ابني، انا قلت في حاجه حصلت. قلت له لا انا تمام انا تمام، ممكن بس دلوقتي بقى اقوم اكمل بقيه الجثه او ابدا فيها. قال لي جثتي؟ قلت له الجثه اللي جت من شويه، اللي مفيش ابني جثه جت من شويه. قلت له هي مش عربيه الاسعاف جت من شويه وكان في جثه دخلوها هنا؟ قال لي ابني جثتي مفيش حاجه من الحاجات دي حصلت. قلت له دكتور حسين انت متاكد من الكلام ده؟ قال لي متاكد من الكلام ده؟ في ايه؟ مش هتاكد اذا كانت في جثه جت او لا. قلت له طب ازاي ده حتى دكتوره اسماء هي اللي قالت لي. قال لي دكتوره اسماء انت حضرتك بقى جاي هنا عشان تتعرف على دكتوره اسماء ولا عشان تشتغل؟ قلت له مش قصدي والله، بس هي دخلت وكلمتني وقالت لي ان في جثث بره وجت او جثه واحده تقريبا وفي منهم جثه ديت، وقالت لي خدها. قال لي لا فيش جثه جت. قلت له بس ازاي ده في جثه جت؟ قال لي جثه ايه؟ قلت لك مفيش جثه جت. قلت له طب كان في جثه ولما بدات اشرح فيها فتحت عينيها وبدات تخنقني عشان كده فقدت الوعي، ما كانش هبوط ولا حاجه. قال لي يا ابني مفيش حاجه جت، بس استنى استنى استنى، هو لو في جثه جت انت هيغمى عليك تاني ولا ايه؟ يعني كل ما الجثه تيجي هيغمى عليك؟ قلت له لا انا بقول لك صحت وخنقتني. قال لي بص اهدى شويه، ايه يا بطل مالك من اول يوم كده والتهيؤات؟ طب انت سبت ايه للاطفال الصغيرين ده؟ انت حتى اللي في المشرحه يعني المفروض تكون احسن من كده. قلت له خلاص يا دكتور حسين خلاص. قال لي هتشتغل ولا تروح النهارده ولا ايه؟ معرفش ما ردتش عليه. قلت له هروح؟ لا. قلت له لا يا دكتور هشتغل خلاص. قال لي طب بص بقى، في جثه في دولاب رقم 29، عايزك تروح تاخد بقى الجثة ديت وتشرحها لنا عشان دي كانت جريمة قتل.
وعايزك بقى تقول لنا ماتت ازاي. قلت له حاضر. الغريب في الموضوع كله ان دكتور محمد كان واقف ما قالش حاجة خالص، مجرد ان هو واقف وخلاص. دكتور محمد ودكتور حسين خرجوا برا برا مشرحه. قمت فتحت التلاجة وسحبت الجثة اللي دكتور حسين قال لي عليها. شغلت موسيقى هادية كده نوعا ما، بحيث انها تهدي الجو شوية. قعدت أقلب في الراديو لحد ما لقيتها، هدت أعصابي بصراحة. شغلت الراديو الأول، بعد كده لفيت بقى عشان أروح أخد الجثة من الدولاب. الموسيقى الهادية شغالة، منكرش إن أعصابي نوعا ما بدأت تهدى، بس أعصابي باظت لما سمعت صوت بيقول لي نورت يا سيد والراديو وقف. شديت الدرج اللي أنا كنت ماسكه، درج رقم 29، لقيتها هي نفس الست. ما عرفتش اعمل حاجه غير ان انا اسيبها. وقعت على الارض وكريت، فتحت باب المشرحه وقعدت اجري. قعدت اجري في المستشفى بدور على الدكتور حسين عشان هو اكتر واحد عارف ان الجثه ديت فيها حاجه. كنت بدور عليه كمان عشان اقول له ان الجثه موجوده. قعدت اجري وانادي عليه في المستشفى زي العيال الصغيرين. كل الدكاترة اللي في المستشفى اتلموا عليا وانا بجري، وفي منهم اللي بقوا يجروا ورايا، وفي منهم اللي بقى يجري على المشرحة. لحد ما لقيت دكتور حسين، وكالعادة كان واقف مع الدكتور محمد. طبعا بعد ما المستشفى كلها كانت اتلمت عليا، ما قدرتش اعمل حاجة. مسكت قلت له الجثة موجودة في المشرحة دلوقتي، الست اللي انا قلت لك عليها، الست اللي قلت لك عليها موجودة في المشرحة دلوقتي. دكتور حسين كل اللي قدر يعمله ان هو يهديني. قال لي طب اهدى اهدى بس ونتكلم. دكتور محمد ساعتها اتدخل وبص لكل الدكاترة وشخط فيهم وقال لهم كل واحد دلوقتي يرجع على شغله. ساعتها انا مكنتش قادر اخد نفس، بدأت اكلم دكتور حسين. قلت له الست اللي انت قلت لي عليها، اللي انا قلت لك عليها ان هي موجودة دلوقتي حالا في المستشفى، موجودة في المشرحة في درجة 29، انا فتحتها وشفتها بعينيا. ما كانش في واقف غير دكتور حسين ودكتور محمد. مش كل الدكاترة مشوا، دكتور محمد ما قدرش يمشي كل الدكاترة. المستشفى اتقلبت لما دكتور حسين بدأ يهديني. قلت له الجثة اللي انت قلت لي ان هي مش موجودة طلعت موجودة في درجة 29. وانا بكلم دكتور حسين بصيت وراه، لقيت فيه ظل على الحيطة. ظل على الحيطة بيشاور بإيده على كل واحد من اللي واقفين، شاور على الدكتور محمد، وشاور على الدكتور حسين، وشاور على الدكتورة أسماء. انا ما كانش بيتهيألي يا دكتور عمرو، ما كانش بيتهيألي، الظل كان واقف. ساعتها سمعت كل واحد من الواقفين بيقول اه ده واحد جديد بقى وهيقرفنا. في منهم اللي طنش، ومنهم اللي مشى، ومنهم اللي فضل واقف عايز يعرف في ايه. ولكن دكتور محمد مشاهم، ما كانش واقف غير دكتور حسين ودكتور محمد ودكتورة اسماء. بعد ما كل الدكاترة كانوا واقفين مشوا. مبقاش غيرنا احنا الأربعة واقفين بيكلموني، فاكريني مجنون. الناس كلها مشوا، ودكتور حسين هو اللي بدأ يكلمني. قال لي ايه يا عم مالك، ما انت زي الفل اهو. انا عايز اعرف بس حاجة، انت فقدت الوعي في المشرحة ليه؟
هو انت شفت حاجة غريبة؟ قلت له على فكرة المستشفى كلها هنا غريبة. قال لي ازاي؟ احكي احكي يا بطل، خايف من ايه؟ حكيت لدكتور حسين كل حاجة، حكيت لدكتور حسين من ساعة ما قال لي تعالى اشتغل معايا في المشرحة لحد النهاردة. أخدوني الأوضة كده وحكيت لهم كل حاجة. كل ما أحكي تفاصيل زيادة كل اللي واقفين وشهم يحمر وعلامات الرعب في وشهم باينة قوي، إلا دكتور حسين. دكتور حسين قال لي شكلك تعبان، روح البيت واستريح النهاردة وبكرة نبقى نكمل كلامنا، احنا لسه قدامنا يعني سنين بقى طويلة نقضيها مع بعض في المستشفى هنا، مش من أول يوم كده. هو ممكن بس فعلا يكون أول يوم صعب عليك. الدكتور محمد ساعتها فعلا قال لي بص انت تمشي دلوقتي عشان شكلك تعبان ومش عايزين نخوف الدكاترة هنا بصراحة ولا العيانين كمان، فانت أحسنك تمشي دلوقتي. قلت لهم بس يا جدعان انا ما كنتش بضحك عليكم. دكتور محمد قال لي بقول لك امشي دلوقتي يا سيد وبعدين نتكلم. قلت له ماشي ماشي. روحت البيت، روحت البيت والمفروض دوت اول يوم شغل ليا. كنت مرعوب، ما كنتش اعتقد في حياتي ان انا اول يوم ليا هيكون بالمنظر ده. ما صدقت اني اتخرجت بقى وهشتغل. يا ريتني اتخرجت. دخلت البيت طبعا وانا وشي جايب الوان، والدي ووالدتي وحتى اخويا الصغير ياسين، اخويا الصغير اسمه ياسين بالمناسبة. التلاتة قالوا لي مالك؟ قلت لهم لا معلش بس انا تعبان شوية عشان الشغل النهاردة كان كتير وكمان اول يوم بقى وكده. يعني حتى اخويا الصغير كان بيبص عليا وساكت، معرفش ماله ده كمان، هو انا فيا حاجة غريبة؟ سألته ما ردش عليا. استغربت من رد فعله قوي لما لقيته بيعيط. ما اعرفش لقيته بيعيط مره واحده، مش عارف اهديه، مش عارف اسكته. كان في اوضتي الكلام ده، خرج من اوضتي وانا كنت مستغرب من اللي حصل لي وغير اللي شفته كمان. هو اخويا عمل كده ليه؟ غيرت هدومي واتغديت وقلت لوالدتي ان انا هدخل انام شوية. بفتح باب اوضتي ولسه داخل عشان انام لقيت تليفوني بيرن، دكتور حسين تاني. رديت قلت له يا دكتور حسين. قال لي يا سيد لازم تيجي المستشفى دلوقتي حالا وفورا بسرعة. لبست هدومي ورحت بسرعة عند المستشفى. فعلا لقيت المستشفى كانت مقلوبة، الدنيا كانت مقلوبة في المستشفى، كانت في حادثة أتوبيس كبيرة وكل اللي فيها مات وكانت في جثث متشوهة بسبب الإزاز. لقيت الدكتور حسين بيشخط فيا بيقول لي أنت واقف اتفرج، يلا شوف شغلك وعلى المشرحة. لقيت كذا دكتور رايح المشرحة معايا، رحت مع الدكاترة المشرحة عشان أشوف شغلي. مع اني انا مكنتش شايف قدامي يوم طويل زي ده، انا مكنتش عارف اعمل حاجة.
دخلت المشرحة وكان معايا جثة، بدأت أشرحها. الدكاترة اللي كانوا موجودين معايا سابوني وخرجوا، تقريبا طلعوا يجيبوا جثث تانية من بره. الحادثة كانت كبيرة، سمعت من ورايا صوت الدكتورة أسماء. بصراحة البنت ديت أنا مش بطيقها، لقيتها راجعة لي وبتكلمني بتقول لي: دكتور سيد، في بس بره معانا حالات تاني، ممكن بس حضرتك تيجي معايا تاخدها؟ قلت لها: ماشي ماشي، هاجي مع حضرتك، اتفضلي. واحنا خارجين من المشرحة لقيتها بتقول لي: دكتور سيد، بالمناسبة بس عشان حضرتك متعرفش أنا مين، أنا اسمي دكتورة أسماء. أنا اتخرست من الكلمة، هي قالت لي نفس الكلمة قبل كده، قالت لي نفس الكلمة النهاردة الصبح، قالت لي النهاردة الصبح إن هي اسمها أسماء. أنا اتخرست وأخدت كلمة على جوه وسكت. كملت كلامها واحنا خارجين، قالت لي: احنا من بدري هنا فلازم نروح. مدت هي في المشي وسابتني وطلعت. طالع سمعت من ورايا صوت واحدة بيقول لي: تعالى يا سيد، انا مش هسيبك، مش هسيبك انت ولا اي دكتور معاك. ما بصيتش ورايا، فضلت ماشي. قلت: اتضايقت، اتضايقت من التعب طول النهار انا متأكد. طلعت اخدت الجثة ولسه همشي. قلت: الدكتور محمد بيقولي على فين، انت مشتغلتش النهاردة على فكرة خالص، يلا على الشغل. رحت للجثة الاخيرة، اخر جثة اخدتها، اخر جثة طلعتها وكنت همشي بعديها. زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، الجثث لما بنستلمها بتكون يعني الناس بتوع الإسعاف بيكونوا مغطيين الجثث الميتة، فطبيعي إن الجثة الأخيرة اللي أنا استلمتها ديت كانت متغطية. خدت الجثة وبعد ما سمعت كلمتين من دكتور محمد ملهمش لازمة بصراحة، رجعت المشرحة تاني. بس المرة دي بقى كنت لوحدي فعلا، كان الكلام بقى على حوالي الساعة 8:15، 8:30 بالليل. خليك كمان فاكر يا دكتور ان اليوم دوت انا من اول النهار وانا في المشرحة، بالمشرحة والبيت واللي حصل مع اخويا والمفروض كل دوت اول يوم ليا في الشغل. مسكت الجثة الأخيرة ولسه برفع الغطا من على وشها، وطبعا زي ما كنت متوقع وعارف أنا هلاقي إيه، وفعلا لقيتها هي اللي في وشي. ما قدرتش أعمل حاجة غير إن أنا أفضل أبص لها في وشها، لكن من الواضح إن هي كانت عايزة تاخد قرار، قرار بإنها تقوم وتخنقني. قامت وفضلت ماسكة في رقبتي وقعدت تخنق في رقبتي. حسيت ان في نار حوالين رقبتي، دقتها وقعت على الارض، وقعت على الارض وقعدت اصرخ بصوت عالي. ما قدرتش اعمل حاجه يا دكتور، ما قدرتش اعمل حاجه. حسيت ان الجو حر ساعتها، حسيت ان المشرحه كلها حر، حسيت ان انا داخل جهنم. ايه اللي حصل ساعتها؟ الحارس اللي واقف بره دخل على صوتي، ولما دخل على صوتي شافني في الارض قال لي: مالك يا ابني، في ايه؟ قلت له: حوش الجثه دي عني. الراجل بص لي وقال لي: جثة ايه يا ابني؟ مفيش جثة، احنا لوحدنا اهو. قلت له: لا، الجثة دي صحي وهتموتني. معرفش الراجل عمل كده ليه، لقيت الراجل بيضحك. قلت له: بتضحك على ايه؟ انا الست اهي. قعدت اشاور له عليها، بس فعلا بصيت على السرير اللي كان موجود ما لقيتش حاجة. قمت بسرعة وقلت: والله ما انا قاعد دقيقة واحدة في المستشفى دي،
وخرجت من الباب بتاع المشرحه والراجل واقف يبص عليا. ما عرفتش اعمل حاجه ساعتها غير ان انا امشي. اعصابي كانت باظت. رحت ناحيه البيت وانا عمال اقول لنفسي يعني ايه معقوله كل اللي انا شفته دوت يكون خيال؟ طب خيال ازاي؟ طب والوجع اللي في رقبتي دوت خيال برضو؟ دخلت من باب البيت وما كلمتش حد من اهلي. دخلت على الحمام على طول واخدت دش. وانا بستحمى بصيت في المرايه لقيت ان رقبتي فعلا حمرة قوي وفيها خدوش كده كانك كنت رابط حاجه قويه حوالين رقبتي. ساعتها بصيت في المرايه وقلت اهو دليل ان انا اللي كنت بشوفه دوت ما كانش تهيؤات. دليل. خرجت من الحمام ورايح ناحية اوضتي لقيت اخويا الصغير ياسين بيكلمني بيقولي يا سيد ايه اللي في رقبتك ده؟ ايه الخبط اللي في رقبتك ده؟ انت متعور؟ قلت له بقولك يا ياسين امشي دلوقتي من قدامي، ما مش عايز اتكلم دلوقتي، مش طايق اتكلم. فضل يبص عليا كده وسبته ودخلت اوضتي وقفلت الباب. ما انا مش عارف اقول له ايه، انا اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل لي. قعدت الليل عادي وتاني يوم الصبح رحت المستشفى. ولما دخلت المستشفى لقيت الدكتور محمد بيقول لي مش هي برضه اللي عورت رقبتك كده؟ ايوه يا دكتور. طب انت حضرتك عرفت منين؟ قال لي بص يا سيد عايزك تركز في شغلك كده بس ايه، وما تهتمش لاي حاجه من الكلام دوت، انا عارف كل حاجه وامبارح كان ممكن اي حد يكون مكانك، انا عارف كويس قوي ايه اللي حصل امبارح. وسيبك من كلام دكتور حسين، عشان دكتور حسين فاكر نفسه ان هو لما يتعرف على الدكاتره ويصاحبهم هيكون هو الريس والكبير بتاعهم، يعني معرفش هو فاكر ايه، فاكر ان هم مثلا هيخلوه مدير المستشفى. سيبك من كلام دكتور حسين، عشان دكتور حسين مش بيدور غير على مصلحته وعلى الفلوس وبس، حتى لو هيبني سعادته على اذى الناس التانيين. قلت له ايوه بس مين الست ديت؟ قال لي بص ملخص الكلام، دي واحده كان اسمها نبيله، نبيله ديت من 3 سنين جات لنا جثتها والناس قالوا لنا ان هي ماتت بطريقه مش طبيعيه في بيتها. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هي اتشرحت وما كانش في سبب للموت معروف بصراحه. ايه يا عم اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان احنا لقينا بعد ما دفنا جثة نبيلة، المفروض لقينا ان جثة نبيلة بترجع لنا كل مرة بطريقة مختلفة. كان في دكاترة بيحلفوا ان هما بيشوفوها في التلاجة، وكان في دكاترة تانيين بيحلفوا ان هي بتيجي مع جثث تانيين. ما تعرفش بقى نبيلة ديت لعنة ولا ما حدش يعرف، بس زي ما تقول كده كل الدكاترة اللي هنا عارفين حكايتها. كان الموضوع صعب بالنسبة لك. قلت له ايوه بس دي كانت بتقتلني. قال لي بص ما تفتكرش ان انت الوحيد اللي عملت معاه كده، كل دكتور هنا حصل معاه موقف اتنين وتلاتة مع نبيلة، محدش يعرف هي موجودة هنا ليه. سألت قلت له طب جبتوا شيوخ؟ قال لي لا ما جبناش شيوخ. حد هيدخل شيخ مستشفى عشان يقرا على جثة؟ يعني اعقل الكلام يعني يا سيد. قلت له بس ازاي انتوا كده بتهملوا في الدكاترة اللي شغالين عندكم؟ ده كده ممكن اي دكتور يموت، انا امبارح كنت هموت. قال لي بص نبيلة ورت ناس هنا الويل وناس شافوا العذاب وناس كانت فعلا هيموتوا، بس اكتشفنا في الاخر خالص ان هي مش بتموت او مش بتقتل. قلت له قصدك ان هي مش بتموت؟ قال لي حكيت لكام شيخ كده انا لوحدي على جنب يعني، والشيخ قال لي ان هي حاجة عاملة زي الروح اللي بتكون متجسدة في جسم او حاجة زي كده. انا مركزتش في الكلام بتاعهم بصراحة يعني، لان انا مش مقتنع بكلام الشيوخ ده، بعتبر كلام دجل. وفي كام شيخ كده قال لي ان هي الروح عمرها ما بتقتل او الجن عمره ما بيقتل او حاجه زي كده، محدش يعرف ايه البتاع ديت وايه قصتها. كل اللي قلت لك عليه ان هي كانت جت مره وقالوا لنا ان هي ماتت في شقتها بطريقه غريبه. انا
ركز في شغلك يا سيد، وسيبك من اي حاجه، وسيبك من اي كلام هنا. قلت له طب وحكايه الدكتوره اسماء اللي شفتها وقالت لي اسمها كذا مره؟ قال لي بص، هو الموضوع اتكرر هنا بس مش مع دكتوره اسماء، مع كذا حد تاني وكذا اسم تاني. نبيله بتحب تلعب الدكاتره شويه، ساعات بتجيلهم في هيئه دكاتره تانيين زمايلهم. بص ركز في شغلك وسيبك من الهاجس دوت، عشان انت مش هتستفاد حاجه في الاخر. يلا على شغلك، ولو رحت المشرحه ولقيت نبيله سيبك منها، حاول ما تحطهاش في حسبانك. قلت له انا فعلا مش حاططها في حسبان، انا عايز اشتغل بقى، بس انا كل ما امسك جثه وابتدي اشرح فيها الاقيها هي في وشي. قال لي اه الموضوع معاك في البدايه لسه، بص هتتعود هتتعود، هيجي عليك وقت ونبيله مش هتظهر لك يا من زي الاول، هتشوف ضحايا تانية تلعب بيها كده برضه، ما هي كل وقت بتحب تتسلى. قلت له يعني ايه، يعني انا هفضل في العذاب ده كتير؟ قال لي لا مش كتير قوي، يعني ممكن تقول شهر شهرين كده والموضوع هيبتدي يخف على طول. قلت له اه في الشهر شهرين دلوقتي اكون مت يومين وخلت رقبتي بالمنظر اللي انت شايفه ده، وما بعد كده ممكن تعمل فيا ايه؟ لا يا عم انا اسهل لي اروح اي مستشفى تانية واشتغل. قال لي خلاص دور على اي مستشفى تانية، وريني بقى انهي مستشفى تانية هتقبل لسه طالب جامعي متخرج جديد. يلا يا سيد على شغلك وسيبك من الكلام ده، عايز تسيب المستشفى الباب قدامك اهو، بس انت لو سبت المستشفى مش هترجع تاني، هتلف تلف ومش هترجع، هو ده قانون الشغل عندنا هنا في المستشفى. لقيته بيقول لي لا دكتور عمرو ما عملتليش حاجه، ما عملتليش اي حاجه خالص. بعدها ما انكرش ان انا لقيتها كذا مره قدامي في المشرحه، وساعات كنت بخش المشرحه تكون مظلمه افتح النور الاقيها واقفه، كنت بعمل ايه؟ كنت بتكاهلها ولا كانها واقفه ولا كانها موجوده، او ساعات كنت بدخل المشرحه ولما الاقي المنظر دوت كنت بطلع من المشرحه على طول، وافضل قاعد بره ساعه ولا اتنين وارجع والاقي الوضع هادي شويه. ساعات كنت بفتح التلاجه بلاقي جثتها ماليه التلاجه، تخيل جثه واحده منها كذا نسخه في التلاجه. كنت بقفل التلاجة واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وافتح التلاجة، ملاقيهاش، الاقي الجثث الموجودة عادية. اعصابي باظت لمدة 5 شهور، 5 شهور ونبيلة بتطاردني في المشرحة، وساعات كانت في المستشفى كلها. لحد ما جالي يوم، جالي يوم اللي كل حاجة فيه اتغيرت، كان من أبشع الأيام اللي قضيتها في حياتي مش في المشرحة بس. رحت المشرحة وفتحت الباب بتاع المشرحة لقيت نبيلة واقفة لي، كانت ست عجوزة كده شعرها بني على أبيض شوية، كانت لابسة حاجة زي جلابية لونها أبيض، ما كانتش بتعمل حاجة غير إن هي بتفضل واقفة تبص عليا. وساعات تانية ما كنتش بلاقيها، لحد ما في مرة قررت أكلمها. أنا في الفترات اللي فاتت لما كنت بشوفها كنت بداري وشي أو بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو حتى بخرج من المشرحة كلها. جه في يوم وقررت أكلمها ودخلت المشرحة لقيتها واقفة لي، قلت لها أنت مين؟ اللي حصل ساعتها لقيتها بدأت تبتسم، ابتسمت كلمتني قالت لي انا اسمي نبيله. اسال الدكاتره عملوا فيا ايه، اسال الدكاتره عملوا فيا ايه وخلوني هنا. ومن ساعه ما قالت لي الكلمه ديت، قالت لي الكلمه ديت واختفت، مشفتهاش من ساعتها، معرفش راحت فين، ما فهمتش قصدها لما بتقول لي اسال الدكاتره عملوا فيا ايه. ليه بقول لحضرتك ان اليوم ده كان يوم اسود عليا؟ لان انا لما روحت البيت لقيت التليفون بتاعي بيرن برقم الدكتور محمد، رديت عليه وسمعته بيتكلم واحده وعمال يقول انا اسف انا اسف خلاص، انا ما كنتش اعرف، بس انا ما عملتش حاجه، انا ما كنتش لوحدي،
هما كمان كانوا معايا. والسكة قطعت على صوت على صوت دكتور محمد. صوت دكتور محمد وهو بيقع من مكان عالي. ساعتها لبست هدومي بسرعة ورحت ناحية بيته. كنت عرفت المكان بتاع بيته قبل كده من دكتور حسين. ولما رحت لبيته لقيت ناس مهمومين في الشارع عليه، وستات عاملين يلطموا، ورجال عاملين يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلت وسطهم وقلت لهم في ايه يا جماعة، ايه اللي حصل؟ قالوا لي الراجل المجنون رمى نفسه من السطح. بصيت في السطح لقيتها، بصيت على السطح ومرة لقيتها واقفة بتبص عليا. بدأت تختفي تدريجيا، ما حسيتش بيها وهي بتختفي، بس اختفت مع الوقت. ساعتها عملت ايه؟ ساعتها روحت البيت وانا اعصابي تلفت. اول ما دخلت من باب البيت لقيت اهلي بيقولوا لي شفت يا سيد، لما انت اول ما خرجت لقينا اخوك الصغير وقع على الارض وقعد يصرخ، جبنا له الدكتور. والدكتور لما شافه قال لنا ده جاله انهيار عصبي. انهيار عصبي ايه اللي يجي لطفل عنده 12 سنه؟ ده مش عارفه. قلت لها خلاص يا ماما اهدي، هو فين دلوقتي؟ قالت لي في اوضته. في اوضته بس عمال يجيب سيرتك، بلاش تخش عشان هو شكله متضايق منك انت. قلت لها من انا؟ وانا عملت له حاجه؟ وبعدين انا هعمل له ايه يجيب له انهيار عصبي يعني؟ دخلت اوضتي واستنيت لحد ما اهلي ناموا عشان عايز اطلع اشوف اخويا ده حكايته ايه. فتحت باب اوضتي بالراحه وطلعت بالليل عشان ابص على اخويا. فتحت الباب وبصيت عليه لقيته نايم على السرير بتاعه، وشه باصص على السقف بس كان مغمض عينه وعمال يقول هتقتلك يا سيد، هتقتلك يا سيد، هتقتلك يا سيد، انت السبب، انت السبب في اللي حصل لي يا سيد، انت السبب في اللي حصل لي، هتقتلك، هتقتلك وانا هساعدها يا سيد. ساعتها دكتور عمرو انا ما قدرتش اعمل حاجه لما اشوف اخويا الصغير نايم وبيقول الكلام ده وشكله نايم مش صاحي. رجعت بضهري ورا بالراحه وقفلت الباب ورجعت اوضتي تاني ونمت. أو ممكن أقول لك تقريبا نمت. أعصابي كانت بايظة يوميها. صحيت تاني يوم الصبح ورحت المستشفى. دخلت المستشفى، المستشفى كانت هادية على غير العادة. دخلت ووصلت لحد المشرحة، كانت الدكتورة أسماء واقفة هي ودكتور حسين في المشرحة. سألتهم قلت لهم إيه يا جدعان في إيه؟ قالوا لي أنت متعرفش ولا إيه؟ ده إمبارح لقوا جثة الدكتور محمد، كان ميت لقوه مرمي من على السطح، انت بتعرفش ولا ايه؟ قلت له لا انا سمعت بس ما كنتش اعرف ان الكلام ده بجد الله يرحمه. هو طب هو فين جثته؟ قال لي قدامك اهي في درج رقم 29. قلت له هما جابوا الجثه على هنا؟ قال لي امال هيجيبوها على فين؟ واحد صاحب المستشفى هيودوا جثته على مستشفى تانية؟ بس مش شايف ان في حاجه غريبه شويه يا سيد؟ قلت له ايه يا دكتور حسين؟ قال لي يعني انت اللي بتشوف حاجات هنا غريبه في المشرحه وبتتكلم على ست غريبه موجوده والكلام من ده. قلت له اه نبيله. قال لي ايه ده، انت عرفت، انت عرفت نبيله كمان؟ قلت له اه، المرحوم قبل ما يموت قال لي على كل حاجه. قلت له طب وانتوا ما لقيتوش غير درج رقم 29 ده وتحطوا فيه؟ قال لي شوف بقى احنا مالنا، شوف مين اللي حطه. قلت له مين اللي حطه؟ انا ما جبتش من امبارح، خلصت امبارح شغلي بدري ومشيت. قال لي الله، وانا قلت عليك انت ليه بتاخد الكلام على نفسك؟ عموما بص كل حاجة هتبان والحقيقة مسيرها في يوم هتبان. شكل بقى نبيلة لبستك وبتعمل معانا الواجب وخلصت على واحد وهتخلص على التاني، الله اعلم. بس انت وراك حكايه واحنا لازم نعرفها، ولو فضلت كده مستخبي عن الانظار بصراحه كده انا هبدا بدات اشك فيك. قلت له بدات تشك فيا انا برضو، انا برضو اللي عارف كل حاجه ومش راضي اتكلم. قال لي بص يا ابني انت لسه جديد هنا في المستشفى وقدامك حاجات كتير قوي عشان تتعلمها،
بس عايزك تتعلم حاجة من دلوقتي. أول حاجة لازم تتعلمها ما تتكلمش ياما، ما تتكلمش ياما في المستشفى هنا، عشان أنت ممكن تتكلم ياما وتوقع نفسك في الغلط من غير ما تحس. نصيحة مني، عايز تسمعها اسمعها، مش عايز أنت حر. وسابني ومشى هو وأخد أسماء معاه. قلت له ايه اللي حصل بعد كده يا سيد؟ قال لي ايه اللي حصل يا دكتور؟ قلت له اللي حصل كمل، كمل بقى الحكايه. قال لي مفيش حاجه حصلت يا دكتور. قلت له يعني ايه الموضوع انتهى بموت دكتور محمد ودكتور حسين عادي كده هو واسماء ديت؟ طب واخوك اللي عنده حاجات غريبه ده؟ قال لي اه بالنسبه لاخويا، فاخويا اتنقل على المستشفى. بعد الشهر اللي حصل اخويا جات له حاله ما نعرفش هي ايه بصراحه يعني، بس ممكن حضرتك تقول صرعه. اتحجز في المستشفى وهو محجوز لحد دلوقتي، مش عارفين هو عنده ايه والدكاتره مش عارفين يعالجوه. قلت له طب انت جاي لي ليه؟ انت مش المفروض عندك حاجه عشان جاي تعالجك؟ قال لي اه بالنسبه للدكتور حسين، بس انا عايز احكي لحضرتك كل اللي حصل. دكتور حسين لقوه بعد كده موت دكتوره اسماء في شقتها، محدش يعرف سبب الحادثه، محدش يعرف هو عمل كده ليه، بس بعدها بكام يوم لقوا جثة الدكتور حسين بنفس الطريقة اللي لقوا بيها جثة الدكتور محمد. المستشفى دلوقتي بقت فاضية تقريبا، يعني الدكاترة اللي فيها كل واحد فيهم طبعا بعد المهازل اللي حصلت ديت، في دكاترة ياما مشيوا، مفيش حد بقى شغال، انا لسه شغال زي ما انا مع ممكن تقول كام دكتور اللي شغالين في المستشفى دي. نبيلة تقريبا ما بقتش تظهر زي الاول ياما، بس نبيلة كل مرة بشوفها بتظهر لازم بتشاور على حد وبتقتله. الحمد لله هي مش شاورتش على حد من اهلي ولا حتى اخويا الصغير، بس انا معرفش اخويا الصغير ايه اللي حصل له. معرفش هي كانت لبست اخويا الصغير عشان يبعت لي رساله معينه اني لازم ابعد عنها ولازم اسيبها. هي الحمد لله ما عملتليش حاجه، انا زي الفل. قلت له طب وانت اخر مره شفتها كان امتى يا سيد؟ قال لي انا مش بشوفها، انا بشوف الظل بتاعها، يعني اخر مره شفته زي دلوقتي مثلا واقف ورا حضرتك اهو بيشاور عليك. قلت لك يا دكتور من اول الكلام، لو انت بتخاف او ممكن يحصل لك حاجه او خايف على نفسك يحصل لك حاجه قول لي ما احكيش وامشي. قلت له بص يا ابني، جالك قبلي حاجات كتير والناس ياما، وفي منهم اللي قال لي ان انا هموت بكره واللي قال لي ان انا هموت بعد ساعتين. الموت بايد ربنا، انا ما بخافش من حاجه. انت لو جاي عشان تخوفني انسى. الاول بس انا عايز اعرف انت مشكلتك ايه؟ انت جاي لي عشان تحكي لي الحكايه دي، او جاي لي عشان تجيبني اللعنه بتاعت نبيله دي معاك ولا ايه؟ قال لي لا يا دكتور لا، بس انا احب اقولك على حاجه. كل مره نبيله بتظهر لي او ضلها بيظهر لي وبيشاور لي على حد، الحد ده لازم بعد اسبوع او اقل من اسبوع يكون مرمي في الدرج عندنا، الدرج رقم 29 في التلاجة. بص يا دكتور انا مش عايز اخوف حضرتك، انا كنت جايلك النهاردة بس عشان تقولي اتصرف ازاي، وعايز اعرف هل نبيلة دي حقيقية ولا لا، ويا ترى هي لو مش حقيقية انا الحاجات اللي بتحصل دي ازاي، ازاي انا بعرف الناس اللي هتموت قبل ما تموت، وشمعنى نبيلة بتطلع لي انا بس. قلت له ما اقدرش اقولك ان هي بتطلع لك انت بس، هو مش دكتور محمد قال لك ان هي بتطلع على دكاتره تانيين وان هي طلعت له هو كمان؟ ما اقدرش اقول لك يا ابني ان اذا كانت بتطلع لك لوحدك. طب جربت تروح للشيوخ؟ قال لي اه شيوخ، رحت للشيوخ وكلمتهم وقالوا لي كلام كتير، وكان في منهم شيوخ كانت نبيله بتشاورني عليهم. وبعديها بكام يوم كنت الاقي جثه الشيخ ده مرميه عندنا في الثلاجه.
حكاية نبيلة مش هتخلص يا دكتور، حكاية نبيلة موجودة معانا في كل حتة، في كل مكان. المشرحة عندنا مليانة جثث دلوقتي، وكل جثة نبيلة الشاورد عليها بتظهر في الدرج رقم 29. أنا تقريبا حياتي اتدمرت يا دكتور. أنا كل يوم والتاني بشوف ناس حبايبي بيموتوا، وناس قريبين مني، وساعات بشوف نبيلة بتظهر بتشاور عليهم. الكلام ده كان من سنة ونص، وبدأت في المستشفى فعلا أتأقلم وأعيش فيها، لدرجة إن في كلام كمان إن أنا ممكن أكون مدير المستشفى. كل دكتور يجي جديد يكلمني بحكم إن أنا هكون صاحبه أو كده، أو يتعرف عليا، وأنا طبعا لازم أجريهم في الكلام ولازم أتعرف عليهم عشان يثقوا فيا وفي المستشفى. بعمل زي ما المرحوم دكتور حسين كان بيعمل معايا ومع ناس تانيين غيري، الله يرحمه بقى. أنا مشكلتي يا دكتور دلوقتي إن أنا بشوف ظل نبيلة في كل حتة. حضرتك عندك الحل؟ انا ما عرفتش ارد عليه اقول له ايه بصراحه. واحد جاي لي بيحكي لي الحكايه دي كلها وشكله مختل نوعا ما، ما اقدرش اعمل له حاجه. انا ما اقدرش اعمل له حاجه. هتصل بالمستشفى امراض العقليه هقول لهم ايه؟ واحد بيشوف في ظل؟ احتارت ساعتها فعلا اقول له ايه، لحد ما قلت له: بص يا سيد، بالنسبه للظل اللي انت بتشوفه مش هقول لك ده تهيؤات، لا انت بتشوف فعلا ظل حقيقي. الناس اللي بتموت بتموت حقيقي، ولكن عايزك تركز معايا. انت جربت تروح للشيوخ وقلت لي الموضوع ما نفعش قوي. طب انا عايز افهم منك حاجه. قال لي: اتفضل. قلت له: يا سيد، انت مستمتع باللي انت بتعمله ده؟ انت فاكر ان انت اخرتك هتكون ايه؟ بص يا دكتور، ما اعرفش، بس انا عادي طول ما نبيلة سايباني مش بتقتلني، انا بالنسبه لي مفيش اي مشكله. قلت له: طب بص يا سيد، انا عايزك بس تعمل حاجه كويسه قوي. عايزك دلوقتي تروح بيتكم وتقعد مع نفسك قاعده كده تفكر يا ترى اخرتك في الموضوع ده هيكون ايه. قال لي: بص يا دكتور، ما تحاولش تقنعني ان انا عامله ده حرام مش حرام. انا لا قتلت حد ولا اذيت حد. قلت له: لا بتاذي. امال الدكاترة الغلابة اللي انت بتشوفهم بيتعذبوا في المشرحة دولت ايه دلوقتي؟ هم مش دول كمان نبيلة بتظهر لهم ولا ايه؟ قال لي: اه بتظهر لهم. قلت له: خلاص يعني مش انت لوحدك. قلت له: يعني انت بتأذي ناس اهو، انت مش لوحدك في اللعبة دي. مش نبيلة مش هتسيبك على فكرة، اللي انت فرحان بيها واللي هي بتحميك مش هتسيبك. وعلى فكرة مفيش حد ممكن يحميك، ربنا بس هو اللي ممكن يحميك. وكمان تتفضل من قدامي عشان انا مش طايقك. ضحك وقال لي: ليه يا دكتور مش طايقني ليه بس؟ ده انا حتى يعني انا فرحان انك كلمت مع حضرتك. قلت له: وانا مش فرحان ان انا اتكلمت معاك. انا معلش، انا اصل انا طبيعتي ان انا صريح شويه. قال لي: ماشي يا دكتور، بس خليك فاكر ان انت معرفتش تعمل لي حاجه. قلت له: انت عايز نعمل لك ايه؟ انت في حالتك، انت حالتك واحد مريض، انت عايز تروح مستشفى تعالج، انت علاجك مش معايا. انت بتتلذذ بآلام الناس، بتكون فرحان لما تسمعهم لما بيصرخوا وبيتعذبوا بسبب واحدة. انت مش حاسس انت بتعمل ايه؟ قال لي: بص بقى يا دكتور، ما تكبرش الكلام. قلت له: طب ممكن انت بتفضل من هنا دلوقتي؟ ولا اخلي السكرتيرة بره تتصل بالبوليس؟ ولا طب بوليس ليه؟ ممكن اخليها تكلم مستشفى الامراض العقليه تيجي تاخدك من هنا. قال لي: لا يا دكتور مش لدرجاتي، انا همشي اهو. سابني سيد ومشى، وما عرفتش بصراحه ارد عليه اقول له ايه. كانت مره من المرات اللي ما قدرتش اعمل حاجه، زي الحاله بتاعت احلام. سعيد دلوقتي انا سبته، هو انا عارف ومتاكد ان هو هيطلع بره وهيأذي ناس. معرفش نبيله دي حقيقيه ولا لا، بس انا ما حسيتليش حاجه من ساعتها. سيد سابني ومشى وانا مش عارف انهي القصه بايه، بين الموت والحياه شعره بسيطه قوي. حياتنا مش كبيره،
حياتنا بسيطة وصغيرة قوي، ممكن نعمل في حياتنا حاجات كتير، ممكن نفرح ناس ياما، وممكن في نفس الوقت نأذي ناس ياما. تجربة سيد معايا ما كانتش تجربة سهلة. سيد وهو بيحكي لي كان بيضحك لما بيجيب سيرة ان في ناس كانت بتتعذب او ناس كانت بتموت. حسيت انه فرحان لما قال لي ان هو بدأ يتعرف على الدكاترة ويصاحبهم زي الدكتور حسين الله يرحمه. أعمالنا هي اللي هتوصلنا في الآخر لطريق احنا مش عارفين هيكون ايه. في ناس هيمشوا في طريق صعب قوي، وفي ناس هيمشوا في طريق سهل. مش مهم انت بتكلم مين كل يوم، مش مهم انت بتتعامل مع مين كل يوم، اهم حاجة انت بتعامله ازاي او بتكلمه ازاي. بتعامل الناس اللي حواليك ازاي، بتكلمهم ازاي، بتقرب منهم ازاي. حياتك انت اللي ممكن تصنعها بايدك، ممكن تبوظها بايدك. خليك قبل ما تعمل اي تصرف او اي حاجة، اي حاجة في الدنيا، تفكر الاول يا ترى هتكون اخرة الحاجة دي ايه، انا هوصل لايه في الاخر. وساعتها بس هتلاقي نفسك بتعمل الحاجة ديت وبتقضيها على اكمل وجه. الكلام طول المرة دي، معرفش ممكن الكلام يطول اكتر من كده في مرة تانية او لا. اسف على تأخير القصة. كان معكم الدكتور عمرو زكريا من قصص رعب في بيت. السلام.